لنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة صحفي الفلسطيني أحمد قداح. أهلا بك أحمد. أهلا بك سمية. أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتلبية احتياجات الفلسطينيين. كيف تبدو أوضاع الأهالي من حيث الاحتياجات الأساسية واليومية أيضا؟ نعم سمية، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام، كما تعلمين ويعلم كل العالم مدى العجز الموجود لدى الوكالة أو ما يعرف بالأنوروا لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية كافة القرارات التي كانت تعنى بحق اللاجئين الفلسطينيين، وسحبت كل قرارات صرف ميزانيات تخص الوكالة، وبالتالي أعلنت الوكالة منذ أغسطس الماضي عن عجز كبير بنسبة 350 مليون دولار. هذا العجز جعل من الواقع على الأرض في قطاع غزة حقيقة واقع مرير وصعب. نحن نتحدث عن انعدام الأمن الغذائي التي يتم توفيره من قبل وكالة وتشغيل اللاجئين، كذلك في المجال الصحي هناك تدهور في المساعدات الصحية، في عملية الصرف الصحي أيضا هناك تدهور في إنجاز مراحل بناء الصرف الصحي في الوكالة في قطاع غزة. أيضا سمية نتحدث عن تقليص المساعدات الغذائية. الأونروا اليوم قامت بإطلاق مناشدة لتوفير 350 مليون دولار للعام 2019 أي العام القادم. هذا الانطلاق المناشدة جاء في ظل كثير من الدول التي وعدت بأنها ستمول الوكالة لم تمولها على أرض الواقع. السعودية قطر كان لها جزء مهم أحمد، عملية التمويل في عام أحمد بالحديث عن هذا المبلغ، مبلغ 350 مليون دولار، إلى أي مدى يمكنه تلبية احتياجات الفلسطينيين أم أن الأزمة أكبر من ذلك؟ الأزمة بالتأكيد هي أكبر من المبالغ المطروحة، خاصة نتحدث بتوقف كل فرص التشغيل المؤقت ما بيعرف بالبطالة أو البطالات التي يتم منحها للعاصرين العمل في قطاع غزة والضفة المحتلة. نتحدث بالتحديد عن قطاع غزة، وقف الحراسات الليلية في مدارس الوكالة، تقليص الصفوف المدرسية داخل مدارس الوكالة، معاناة في السلة الغذائية التي يتلقاها المواطن، نقص في هذه السلة الغذائية. 350 مليون لتسد عجز ممكن أن يكون أو أن يجعل من الحالة أفضل في حال تم توفير ذلك. يذكر سمية بأن العام الماضي أطلقت الوكالة نفس المناشدة، ولكن للأسف هناك إجحاف وهناك عدم تلبية من قبل الدول العربية أو الأجنبية، لذلك خاصة الولايات المتحدة التي سحبت أصلتها المفروض يتم إعطائها للوكالة. وبالتالي نتحدث عن أزمة حقيقية. إذا استمرت الأزمة حتى العام القادم نتحدث عن تدهور كبير في وكالة الغوث في قطاع غزة. نعم، هل باتت مسألة المطار والميناء في غزة مسألة ملحة يجب طرحها والعمل على تنفيذها، أم أن ذلك سيبقى ورقة سياسية تضغط في النهاية على الملف الإنساني؟ بالتأكيد سمية، طرح كافة حلول كافة المجالات الصعبة في قطاع غزة، إذا تحدثنا عن الميناء والمطار، هذا طرحته الفصائل الفلسطينية حتى يتم إنهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وإنهاء الحصار، التي يعني الدخول إلى حرب جاء في ظل تعثر كافة الحلول الإنسانية والسياسية في قطاع غزة في ظل الحصار. بعد أن تم طرح هذه الرؤية تم تبني ذلك من قبل المتحدة، من قبل المصريين، من قبل قطر، من قبل الجمهور الدول العربية، ولكن دعيني بالتحديد أقول على الأرض لم نلمس أي تغيرات برفع الحصار المفروض أو برفع الحصار المفروض قطاع غزة. مسارات العودة مستمرة كما يقول القائمون عليها، لأنها تشكل ورقة ضغط من أجل إنهاء حصار قطاع غزة وإنهاء الأزمات الإنسانية. بناء مرافق
حيوية تربط غزة بالعالم الخارجي بالتأكيد سيخفف أزمة موجودة، ولكن لن تنهي الأزمات. نحن مع أي خطوة يتم من خلالها الحديث عن تخفيف حياة المواطنين. كما تعلم سمية، حتى نضع المشاهد العربي في الصورة، قطاع غزة في سجن صغير، لا يوجد أي منفذ حقيقي لدخول المواد التجارية بريا أو برا أو بحرا، ولكن هناك معبر تجاري يربطنا مع الجانب الإسرائيلي يعرف بمعبر رفح. هذا المعبر يتم إدخال الاحتياجات الأساسية اليومية ويمنع الاحتلال دخول العديد من المواد اللازمة لقطاع غزة. كذلك معبر رفح الحدودي يتم تصغير حجم إدخال المواد التجارية، ويتم منع كثير من المواد الدخول إلى قطاع غزة. الأفراد يمنعوا الدخول إلا بتنسيق مستوى بمستوى عالي. أشكرك صحفي الفلسطيني من غزة أحمد قديح، كنت معنا عبر الهاتف.